وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجموعة ميرسك العالمية للنقل البحري بالبدء في التعاون مع المجموعة لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن اعتماداً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. من جانبه أعرب رئيس مجموعة ميرسك عن تقديره لمسيرة التعاون الممتد مع مصر من خلال هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن مصر مؤهلة لتصبح المركز الرئيسي والمحوري لإمداد وتموين السفن بالوقود الأخضر في المنطقة. واستعرض رئيس المجموعة خلال الاجتماع مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات تبلغ 15 مليار دولار، والذي من المنتظر أن يوفر أكثر من 100 فرصة عمل في مختلف التخصصات. شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، وعقب مراسم الجنازة سجل رئيس الوزراء كلمة تأبين في دفتر التعازي الملكية، أشار خلالها إلى أن الشعب المصري يقف إلى جانب الشعب البريطاني في هذه اللحظة الحزينة ويتمنى له استمرار التقدم والازدهار. اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف موقع محطة بفيدينو كراينسك للطاقة النووية في جنوب البلاد، ما يثير الشك مرة أخرى من أن تتسبب هذه الحرب بحادثة نووية كبرى. والجدير بالذكر أن هذه المحطة النووية الثالثة التي تتعرض للقصف منذ إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا. ومن جهتها أعلنت شركة إنرجو آتوم الأوكرانية المشغلة للمحطات النووية أنه وقع انفجار قوي على مسافة 300 متر من المفاعلات في المحطة، مشيرة إلى أن الوضع مستقر وأعيد ربط المحطة بشبكة الكهرباء مرة أخرى. عكست أسعار النفط مسارها الصاعد في مستهل تعاملات اليوم لتهبط بأكثر من 1% تحت وطأة توقعات بتراجع الطلب العالمي إلى جانب صعود الدولار قبل رفع كبير محتمل لمعدلات الفائدة. وانخفض خام برنت إلى 90 دولاراً و18 سنتا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس إلى 83 دولاراً و97 سنتا للبرميل. تمكنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع من ضبط 593 عنصر إجرامي ومصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة، وذلك بنطاق 23 مديرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا، أبرزها سرقة وحيازة سلاح وإتجار بالمخدرات وقتل. وضبط معهم 361 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة، كما تم ضبط 90 متهما شديدي الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم 55,000 خدمة تعليمية لطلاب قرى حياة كريمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة لدعم الطلاب الأكثر احتياجا من خلال التكفل بدفع المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية اللازمة، ليصل إجمالي المستفيدين من المبادرة نحو 40,000 طالب وطالبة في 20 محافظة. وحددت المؤسسة مجموعة من المعايير للاستفادة من المبادرة، يأتي في مقدمتها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات، وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية.